ايه غرفت من بير الهواجيس موال وثراه نشاف من قبل يبدا سؤالي ما توقف الدنيا على كل الأحوال إلا بأمرك يا عظيم الجلال وضبت لي من دلة الوقت فنجان عب علي اشكي وانا اللي شكالي انا النهار كانك تبي تسكن الجان ومن النهار جالك اذا جيت جالي وفي حضرتي يا ويلك تفك الأغلال رخيص لكنك إذا جيت غالي مواصلي صاير على حسب الإرسال طيب شسوي صار مشغول بالي. يا سلام يا سلام. هذه كلمات اخوي مشعل الخالد العنزي. صح صوتك بيض الله وجهك يا مشعل، صح الله لسانك. مشعل اكيد هالقصيده